كابتن سيد عبد الحفيظ معي في هذه الاثناء كابتن سامي قمصان. كابتن سامي، مباراه كبيره في ظل غيابات، في ظل عدم توفيق شويه لازم لعيب النادي الاهلي في شوط اللقاء الاول وشوط اللقاء الثاني، لكن دايما بنقول الرهان بيبقى على شخصيه لعيبه النادي الاهلي وقوه لعيبه النادي الاهلي. مبروك طبعا للنادي الاهلي، مبروك للعيبه والجهاز. مباراه زي ما انت بتقول مباراه صعبه جدا، بدايتها كانت صعبه طبعا علينا، لكن زي ما انت قلت شخصيه لعيبه النادي الاهلي والحمد لله تغييرات الراجل برضو اثرت في شكل الفرقه، وكان عندنا دافع اكبر وعندنا تصميم ان احنا نكسب، والحمد لله قدرنا نحقق الهدف ده. يعني في ظل غيابات وظل اصابات بنقول، لكن النادي الاهلي الشوط الثاني وان سايد جيم، مسيطر على المباراه تماما، اهدر لعيب النادي الاهلي اكتر من فرصه بسبب يعني استعجال الفوز. فريق مصر المقاصه كابتن ميدو كان النهارده طبعا واخد نقطه من النادي الاهلي. زي ما انت بتقول لعيبه النادي الاهلي كل اللعيبه، مفيش فرق بين لعيب اساسي ولعيب احتياطي، كل اللعيبه بتجهز كويس، كل اللعيبه عندها امكانيات كويسه وعندها قدرات كويسه. الراجل دايما يعني طبعا عندنا غيابات ولعيبه مؤثره جدا، رمضان وحسين وجونيور لعيبه كتيره مؤثره ولعيبه اساسيه في الفرقه، لكن وسعد طبعا قبلهم ان شاء الله يرجع بالف سلامه. لكن الحمد لله الموجودين بركه في الموجودين، الفرقه بتتمرن كويس وبتستعد كويس، كل فرقه عاوزه تشارك، كل واحد عاوز يحقق انجاز، كل واحد عاوز يبقى يحجز مكان في التشكيل الاساسي، واعتقد اللي هم بيكافحوا وربنا بيكافئهم في الاخر. وليد سليمان وجيرالدو كانوا تبديلين عملهم النادي الاهلي. وليد وجيرالدو من نوع اللعيب اللي هو بينزل في التوقيت اللي الملعب محتاجه، وده مهم جدا ان انا اقدر استفيد من اللعب في هذا التوقيت. طبعا التغييرات ديت بيبقى بالنسبه لك يعني مخزون استراتيجي ان انت بتستغله في اوقات من المباراه، ولازم يقدر يعمل فارق، وده اللي حصل فعلا. يعني وليد من اللعيبه اللي عندها خبرات كبيره، مر بالمواقف دي كتيره جدا، بيقدر يعمل فارق كويس. يمكن الفتره اللي فاتت من هدافين الفرقه نفس القصه، جيراردو من اللعيبه اللي جيدين جدا، محتاج وقت اكتر، محتاج اللي ياخد ثقه اكبر، والحمد لله اعتقد اللي دي بدايه كويسه ليه، ادى اداء كويس هو وليد وعملوا فارق، وان شاء الله اتمنى الاستمرار ليهم ان شاء الله بنفس الاداء ده. عودة محمود متولي للمشاركة بصفة أساسية، مكسب كبير جدا النهاردة شفناه للنادي الأهلي. متولي طبعا من اللعيبة المميزة جدا، ودليل ان النادي الأهلي اتعاقد معاهم. يعني النادي الأهلي دايما بيتعاقد مع اللعيبة الكويسة، اللعيبة الجيدة. كان حصل له سوء توفيق، إصابة الخلفية أثرت عليه شوية، لكن رجوعه بالقوة ديت والتركيز ده أعتقد الحمد لله هو مكسب كبير، وإن شاء الله ينافس الموجودين، وإن شاء الله أعتقد إن اللي هيبقى فايز في الموضوع ده كله طبعا الفرقة. سامي، بدون راحة النادي الأهلي يستهدف تدريباته استعدادا لفريق مصر. عندنا بكره التمرين ان شاء الله الساعه 12، زي ما انت شايف اللي هي ضغط المباراه دي من الحاجات برضو اللي ممكن بتاثر شويه على الاداء. يعني استعداد الفرق اللي انت عاوز، كل فرقه عاوز اللي هي تبقى اول فرقه تحقق نقاط من النادي الاهلي، طبعا بتمثل برضو ضغط علينا، لكن الحمد لله زي ما اللعيبه معوده جمهورها، وزي ما احنا متعودين ان شاء الله، لان النادي الاهلي دايما في المراكز الاولى، والنادي الاهلي ان شاء الله صاحب البطولات كلها باذن الله. المباراه بعد الثانيه الامر بيزداد صعوبه، اعتقد المباراه الجايه تبقى اصعب بكتير من المباراه من التسع مباريات اللي فاز فيهم النادي الاهلي. طبعا ده دوري، وانت انت بتلعب خصوم، وخصوم جيده. بالمناسبه ان فرقه المقاصه ادت مباراه كويسه، الشوط الاول ادت شوط كويس جدا، يعني فرقه محترمه ومنظمه جدا، ميدو عامل شغل كويس معاهم، لكن برضو زي ما انت قلت ان خبرات النادي الاهلي بتفرق كتير، واللي بيلعب على البطوله دايما لازم يتعرض للضغوط ديت، واحنا ان شاء الله مستعدينها، وان شاء الله نحقق اهدافنا بدايه من الدوري ان شاء الله وافريقيا والكاس ان شاء الله باذن الله. كابتن سامي، وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. شكرا. كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب الفريق النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي على فريق مصر المقاصه بهدفين مقابل لا شيء، واستمرار النادي الاهلي في صداره جدول الدوري العام ورفع رصيده للنقطه رقم 27. مستمرين معاك يا كابتن اسلام، كل الكواليس، كل التغطيه الخاصه بمباراه الاهلي ومصر المقاصه فقط على شاشه النادي الاهلي. شكرا.